حضرة القاضي. نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عند الإعدام وقدرة أي عراقي، ما خاف من الإعدام ولا خاف من أبناء بالكون، فتعرفوني ما حاجة شرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليه. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل، وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية، إذا عندك أسئلة أو مداخلة في هذا الموضوع. طيني مجال، لا تقاطعني. عن نفسي أنا دافع عنكم. يسمح له يدخل فايلات، لكن صدام حسين يكتب الشيء اللي يريد يتذكره حتى يوصله للقضاء على يده. سيادة القاضي، يريدكم رماح وسيوف لوجه الأعداء، وأنا فيها هنا لا أدافع عن صدام حسين. سبق أن قلت أن نفس صدام حسين أكبر من أن يدافع عنها حتى صدام حسين. حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. أنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل معلومة. رب العالمين يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة. تحدثون عن الغرف التي ليس فيها شبابيك. في الجلسة السابقة مو حتى أحرجك ولا حتى أحرج أحد، طلبت انه احد يجي يشوف الغرف اللي مسجونين بيها الان في الديمقراطية الامريكية. كل اذى اصيب به عراقي انا قلبي يوجعني مثل ما يوجعه، مو خوفا لا منه ولا من اي بشر، انا بس من الله خاف، وانما هذا هو شعوري.